عرفتي؟ عرفت. أنا ما كنتش أعرف يا نور. ما كنتش تعرف إيه؟ ما كنتش تعرف إني غلبانة؟ ماليش في الطور ولا في الطحين؟ بعت ناس يقتلوا واحدة أنت ما تعرفهاش ولا عمرك شفتها. ليه؟ عشان كشفتكو؟ عشان ما توجعش دماغك؟ حكمت عليا بالموت وفي الاخر اللي راح ابني قتلت ابني يا حسام. كنتش اقصد النور، الموضوع بالنسبة لي كان شغل، حاجة عثمان وجع دماغي بيها. مكنتش عارف ان الدنيا دوارة كده. طلعت دوار قوي قوي. طلعت ابن عمي اللي اتجوزته معرفش ابن عمي وخلفت منه وهو قتل ابني. وابوك قتل امي. شايلين الشيله مش بتاعتي يا نور. لا بتاعتك. انت شايل كتير قوي يا حسام، شايل كتير قوي. هتقول ايه دلوقتي لفريده؟ هتقول ايه لبنتنا؟ هتقولها ان انت موت اخوها؟ انت لو ما كنتش قتلته كان زمانه دلوقتي بيكبر قدامي. من يوم ما مات حمزه وانا عايزه اخد بطاره. وانت سألتني لما جيت تقتلني، سألتني عايزة اموت ازاي؟ بس انا مش هسألك يا حسام، انا عارفة هقتلك ازاي. انت عايزة تموتيني يا نور؟ انا مش نور، أنا مأمونة أم حمزة. حمزة اللي اتقتل غدر برصاصة. وأنت هتتقتل زيه بس مش غدر. زينب وحشتيني يا مأمونة. وحشتيني قوي. لك نصيب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.